بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، وحياة أهلي وأفراحه. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الذي يحمل الرقم 548 من ملك وكتابة. لحظات الفخر بالأهلي، لحظات السعادة بالأهلي، ولحظات المهندس عدلي بكل تاريخه وبقيمته بيحلف فيها بالأهل وأفراحه. يعني ما فيش شك إن إحنا عايشين لحظات تاريخية بتتوالى خلال العامين الماضيين. بعد المفاجأة الرائعة بتاعة القناة وانطلاق القناة بالشكل الرائع الجديد والبرامج المتنوعة والوجوه الجديدة القديمة العملاقة، نفاجأ بتنفيذ أحد أحلام النادي الأهلي اللي كانوا فيه مجموعة الوحدة الاقتصادية. فإزاي ما نفرحش مهما حاول الآخرون سرقة الفرحة؟ مهما حاول الآخرون سرقة الفرحة أبدا لن يفلحوا، لأنه كمان حلقة النهاردة فيها مضمون كتير ومهم.